وتسببت تلك الشبورة المائية في عدة حوادث أسفرت عن مصرع العديد من الأشخاص، لذا وجب توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة، ومنها الاستعانة بالله أولا وآخرا، والتحصن بذكر الخروج من البيت، وهو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، السير ببطء مع ترك مسافة آمنة بين السيارة والمركبات الأخرى، استخدام إشارات الانتظار طوال فترة السير حتى تساعد الآخرين على رؤية سيارتك، فتح نوافذ السيارة بشكل جزئي حتى تتمكن من سماع أي تنبيهات على الطريق، وكذلك لمنع تكثف الماء على الزجاج، ولا تنسى استخدام آلة التنبيه بشكل متكرر لإشعار الآخرين بوجودك على الطريق. سيارتك نعمة، فلا تجعلها سببا لغيابك عن أحبابك. حفظ الله الجميع.